في جيستون سلتيك الدور الاسكتلندي للمحترفين الجوله 29، وان شاء الله كانت المباراه يعني نقولوا باللي الشوط الاول اللي انتهى 0-0 يعني، وان شاء الله سنتي جيستون اللي سجل الهدف الاول شان شون روني الذي سجل في الدقيقه 50، إنديسون الذي عدل وسجل هدف الفوز في الدقيقة 61، إنديسون إدوارد الذي سجل في 61 لصالح عدل النتيجة لصالح سيلتيك في الدقيقة 61، ثلاث دقيقتين بعد إنديسون إدوارد الذي يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 63، يعني وين كانت مباراة نقولوا بلي سيلتيك وين أصبح عنده نقولوا بلي هذا الفريق اللي عنده نقولوا بلي كسب الخبرة كبيرة في هذه الأدوار، يعني وين شاهدنا كيفاش سكورت في الحراسة شانش كيفاش جورج كيني جيرج كريستوفر رين توم سكورت دافيد شنا كالوما إنديسون إدواردو المسجل الهدفين، شاهدنا كيفاش زينارد في الحراسة تاع سانتي جينستون ليام شون جينسون جيمي كالوما ليستر دافيد كيفاش كريس كين، يعني نقولوا باللي وين كانت المباراة نقولوا باللي كانت مباراة وين نقولوا كل مدرب شان المدرب تاع سانتي جيستون اللي دخل بخطة يعني نقولوا باللي خطة 3-5-2، شان سيلتيك اللي دخل بخطة 4-3-3، يعني وين نقولوا باللي رغم سانتي جيستون الذي سجل في الدقيقة 50 عن طريق شون روني في الدقيقة 50، لكن شان سيلتيك إنديسون إدوارد الذي سجل هدفين في الدقيقة 61 الدقيقة 83، يعني كانت مباراة اللي كانت شيقة، مباراة اللي شاهدنا فيها الشوط أول كان تاع فرص ضائعة، الشوط الثاني وين شاهدنا فيه أهداف، شاهدنا فيها فوز سلتيك في هذه المباراة. هذا هي الجولة 29 الدور الإسكتلندي للمحترفين، سانتي جينستون هدف سلتيك هدفين، سعيد.